الآن أحن لوالدي. ليش؟ أنا تمنيت يشوفني كذي. ذكرت تخليني أبكي أنت الآن، لكن لا تألم. بالعكس أنا فخور. أنا من بيئة دينية يعني أدبية يعني وعلمية نفس الوقت. فرقة الإنشاد اللي كانت تغني أغاني رائعة كانت هذه دائما في ذاكرتي. أنا ياما شلت ممثلين قبل ليلة العرض، قبل العرض الرسمي. العمل الإعلامي يا خالد ونجاحه ممكن 5 دقائق تعمل لك فقرة تساوي 3 ساعات من أي برنامج آخر. أعطوني النايق الحين، أنا بصفر ولا بغلي؟ كان فيني شيء زين هو خذه، وإن كان فيني شيء شين هو خذه. فترتنا إحنا كان كل شيء عيب، يمكن الفن كان عيب. ضيف الريان موسم جديد تشاهدونه الخميس الساعة 10 مساء على قناة الريان.